السلام عليكم يا طيبين. اليوم انا براويكم شلون تقدرون تشوفون اخر الافلام والمسلسلات عن طريق جو باي او اس ان. تعالوا معي. اولا اتصلوا في خدمه العملاء او زوروا اي متجر من متاجرنا وفعلوا الخدمه. بعد تسجيلك للخدمه بتحصل على SMS بتشوف رابطه في المسج، افتح اللينك. والحين تقدر تفتح حساب في 3 خطوات. اولا حط رقم تلفونك، هوس على زر Verify، والحين لازم تحط رقم التحقيق واختار Verify أو تأكيد. عقب ما تخلص لازم تحط اليوزر نيم والكلمة السرية، عادة اليوزر نيم بريدك الإلكتروني. عقب ما تخلص لازم تنزل البرنامج من الأب ستور أو البلاي ستور، ابحث عن Go by OSN، اختار البرنامج أو التطبيق. أول مرة تفتحون البرنامج لازم تحطون البريد الإلكتروني والكلمة السرية، وبهوس على تسجيل الدخول. وعندنا عدة اختيارات: الصفحة الرئيسية، الأنواع، ماي جو، الإعدادات، والمساعدة. ولأن أنا أحب كونغ فو باندا بختار كونغ فو باندا وبانزل تحت، والحين بهوس على فيفوريت. الحين لما أنا أروح حق ماي جو أقدر أشوف كل الأفلام وكل المسلسلات اللي أنا أحبهم لما أنا أضغط على فيفوريت. مع 4G من فودافون تقدرون تنزلون آخر الأفلام أسرع من قبل، ومع Go by OSN تقدرون تشوفون آخر الأفلام في أسرع وقت. إذا تبي تكتشف أكثر عن خدماتنا تقدرون تزورون www.vodafone.qa/4G.